الأزهر، المعالي الوزيرة هالة السعيد، السادة الحضور، يعني بتقدم لكم بجزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة في معهد التخطيط القومي، المعهد العريق اللي أنشئ من الستينات، المعهد الداعم للسياسات والاستراتيجيات اللي احنا في عصر الحالة لها الآن. احنا في وزارة التجارة والصناعة بنعمل طبعا بالتعاون مع وزارة التخطيط على التخطيط بمفهومه الشامل بما فيه استشراف المستقبل، ايه هي الفرص والتحديات. رؤية مصر 2030 واحدة من أهدافها إن احنا نحط مصر من الدول ذات الدخل المرتفع، حددت نمو حوالي 12%، وحددت إنه الصناعة يكون لها حوالي 21% من الناتج القومي المصري. بحسبة بسيطة عشان نوصل إلى 21% من الناتج القومي المصري لازم ننمو في حدود 8% سنويا، ودي في حدود 150 مليار جنيه استثمارات. السؤال دايما ايه هي الاولويات؟ ايه هي اولويات الصناعة؟ وازاي نقدر نتحرك من الاقتصاد الخطي الى الاقتصاد الدائري اللي هو السيركل ايكونومي؟ لانه الحياة من حولنا بتتغير بشكل كبير، الموارد بتنضب، ودي لازم يكون داخلة في استراتيجيتنا من ناحية الصناعة. احنا بنينا استراتيجية الوزارة، يمكن كنا من اوائل الوزارات اللي بنت هذه الاستراتيجية من 2016 الى 2020، واخدنا فيها كل معطيات رؤية مصر 2030، وايضا اخدنا فيها الـ SDG 2030، خاصة المحاور الاقتصادية اللي هي أرقام 8 و9 و17 بالتحديد. احنا لو بصينا على المحور الثامن اللي هو تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير فرص عمل لائقة. المحور التاسع اللي تم الإشارة عليه هو خاص بالبنية التحتية وتحفيز التصنيع المستدام وتشجيع الابتكار. والمحور 17 اللي بيتكلم عن تنشيط الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمارات القطاع الخاص. كل هذه النقاط تم وضعها في استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، واللي احنا بنلاحظ فيها ان الاهداف متسقة مع اهداف المحور الاقتصادي، وبالتحديد في اربع عناصر، يمكن هما الاتاحة والاستدامة والشمولية والشراكة. احنا هنا بنتكلم على الإتاحة بالتحديد في البنية التحتية اللي احنا يمكن علينا فيها نقص شديد من 2019 إلى الآن. بنتكلم على الاستدامة وهي النظرة طويلة المدى والحفاظ على الموارد. الشمولية وهي الأخذ في الاعتبار النواحي الاجتماعية، وأنا نطور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة بدأنا نبص ايه هي الصناعات اللي احنا عايزين نركز عليها، لان مش هنقدر نشتغل على كل الصناعات. ايه هي الحاجات الصناعة اللي تقدر تديني 80% من الفايدة بأقل المجهود؟ وصلنا واخدنا في هذه الاعتبارات دراسات عديدة، منها دراسات التعاقد الاقتصادي اللي اتعملت من خلال جامعة هارفارد. وصلنا الى اربع صناعات بالتحديد اللي ممكن يقوم عليهم الصناعة المصرية، وهم الصناعات الكيماوية وصناعة الغاز والنسيج وصناعة مواد البناء والصناعات الهندسية. ودي الصناعات اللي اتبنت عليها الاستراتيجية التجارة والصناعة. عشان نوصل للاستدامة لازم نبدأ بالإتاحة. احنا حد يمكن بعض الأمثلة البسيطة بالنسبة للإتاحة، احنا في 2015 ما كانش عندنا تقريبا أراضي صناعية لكل الصناع، مفيش صناعة تشتغل من غير أراضي، فكان لازم نشتغل بشكل سريع جدا إن احنا نتيح الأراضي للصناع بغض النظر عن الاحتياج للاستدامة في هذا الوقت. احنا من 2007 ل 2015 طرحنا حوالي 9.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية. من 2016 إلى الآن طرحنا 32 مليون متر مربع. احنا بنتكلم على تقريبا أربع أضعاف
ومع ذلك العرض أقل من الطلب، وده شيء جيد جدا بيبين إزاي اتجاه النمو الصناعي ماشي بشكل كويس. أيضا بنعمل بالتوازي على الاستدامة، لأن هي دي اللي تقدر توصلنا إلى الاستدامة في اقتصادنا بشكل عام.